بوكاسيوني مراكش صامت بالطنجل القويرة سوسي فرح ويغنيك عاودوا اكل عادة فور فور من بكري علي علي جيبوا معايا علي علي وين تسال كنلقينا صعوبه في التذاكر وحنا ان شاء الله نقدروا نتصلوا ان شاء الله ما بين حس اكادير والمغرب تطوان بجوج زيرو ان شاء الله ديما حسايب مازيغن. الاقبال ثمن مناسب كاين 20 درهم 30 درهم 50 درهم 100 درهم ولكن كاين واحد النقطه هي التذاكر ما كاينش بزاف في ليغيشي. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا كنهضروا اخويا دابا كاين الاقبال على البيه فهمتي هما لاحوا لنا البيه بانه كاين ب 20 درهم وكاين تاع السود فاش كنجيو دابا حنا كنلقاو البيه ديال 30 درهم ديال التي يعني هاد الناس هادو ما بغاوناش نعمروا السود واقيلا ولا ما بغاوناش نحتفلوا تما حنا السود كنعمروها حنا خص البيه تاع السود هو اللي يكون موجود حنا غادي كالتراسي مازوح نمشيو للسود فهمتي خصنا البيه تاع السود ايوا حنا داروا حاجه مزيانه داروها بداو بعدا داروا البي في الانترنيت خديت البي من نهار الثلاث وشديت الطريق ديالي شديت الطياره ديالي وجيت باش نمشيو ان شاء الله نديبلاصاو لمراكش ما قدرتش نصبر باش ما قدرتش نصبر ونخلي هاد الفرصه تدوز ان شاء الله باش نمشيو للفينال ونديروا شي موسم تاريخي ان شاء الله. ايوا انت كتشوف بعينيك راه تبارك الله كاين البشر هذا الشيء بعض المرات كيكونوا ماتشات فكادير ما كيكونش بحال هكا اذا ان شاء الله غادي تكون شي عاوي يكون شي دي بلاصمون في التاريخ ان شاء الله نتمنوا داكشي كلشي يدوز مزيان وغادي كلشي يدوز هو هذاك. بالنسبه لليوم كاين انا جيت باش ناخذ التيكيت ولقيت شي مسائل صراحه ديما كيتكرروا في هاد الكشيات ديال اكادير اللي شفت انه التنظيم شويه ناقص وصراحه الناس خصهم يكونوا ناس ديال الاداره حيت انت راك كتسوق شي حاجه ديالك وراك خصك ذاك الجمهور فاش غيجي ياخذ التيكيت خصو يجي ياخذو وكيبان لي ما كامله حتى 500 واحد نورمالمون تدار الصف وهادي وتدار كاينين جوج كيشيات علاش لا ما يرجعوش ذاك الكيشي الاول اللي كنا كنقطعوا فيه اللي حدا هنا نيت اونفاس مع شارع محمد الخامس وصراحه تنظيم ديال باش تاخذ التيكيت خصك تجي تكون ترتاح وتدي التيكيت ديالك وكاين مشكل ديال السود يعني ديال المشجعين اللي كي يديروا لوحات وكيشجعوا هادي ما كاينينش ما فهمتش شحال من واحد دابا ديال لي جون كيجيو كيبغيو ياخذوا التيكيت نورمالمون هو اللي كان يسبقوا الاول داك التيكيت ديال السيد اللي رخيص ديال 20 درهم وكنتمنى التوفيق للحزين بيان سور باش نديو كاس العرش نطلعوا للنهايه ونديو كاس العرش وهاد القضيه ما خصناش نعاودوها كل مره لا في البطوله ولا دابا وكنت من الجمهور انهم يحجوا لمراكش وما يكونوش مشاكل راه كتبقى كره كنلعبوها كره وعلى الاخر اللي ربح خصنا نصفقوا ليه وغالبا الا كنا مشينا وشجعنا الفرقه ديالنا غنطلعوا النهايه وغنجيبوا لا كوب. اللاعبين ان شاء الله كنتمناو منهم يديروا شي مقابله مزيانه المهم حنا المخاوف ديالنا كتكون من التحكيم. التحكيم هو الظلم ديال التحكيم الحسنيه ديما كتعاني منه حنا نشوفوا هذا الفار ديالهم هذا اللي يديروا لنا بحال الترجي ولا شي حاجه فهمتي حنا هذا الفار ديالهم نشوفوا كيف يخرج ديما حسا ان شاء الله نتمنى واحد اللعابه ادحفين يا النتيجه يفولكين يسوسمن اشكون مسكايات غيلاتو الزنزره الحسنيه من 2001 2002 البطوله مسكادي في دو فوا في تان دومي فينال في تان على فينال حلا كوب دي ترون
ولكن نوري الله تمد، ولكن العمل ان شاء الله ان شاء الله في الواجهات اللعب ان شاء الله في البطوله اسكم يعني تبان باينين كي كران باين لي كران لميير كران الضو باين لي الماتش الجيش حيت لعباس دوزيام ايكيب دونك دار نحلي فيكتيف ان شاء الله يردنا والنتيجه ان شاء الله دمسنا ان شاء الله جيبوها يا الاولاد. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.